أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. يبدو من النتائج الأولية أن الرتبة الأولى ستكون إن شاء الله محسومة لحزب العدالة والتنمية، وبناء عليه وبنص الدستور فإنه سيكون المكلف بتشكيل الحكومة. وعلى ضوء هذه الحقيقة أحب أن أشير إلى أن القرار فيما يتعلق بالتحالف يرجع أساساً إلى الأمانة العامة وإلى السيد الأمين العام، لكن عندنا مؤشرات على الاتجاه العام الذي ستمضي فيه التحالفات لتشكيل الحكومة. رفع الأستاذ عبد الإله بن كنان ونحن جميعا معه شعار الوفاء، وهو وفي لحلفائه ما وفوا له، ولهذا أظن بأنه أولا الاتفاق الذي بين العدالة والتنمية والتقدم الاشتراكية ماض، وهو اتفاق شرف أن يكون معا بعد الانتخابات أينما كان معا في المعارضة أو في الحكومة، فإذا أكيد أنه على ضوء هذا سيكون التقدم الاشتراكية ضمن تشكيلة التحالف. والأولوية هي للحلفاء الذين شكلوا معنا الحكومة السابقة، وهم بالتحديد تجمع الوطني الأحرار والحركة الشعبية. لكن الأستاذ عبد الإله بن كيران صرح كم مرة أنه ليس عنده خط أحمر، وأن كل من يريد التعاون على الخير يمكن أن يكون ضمن هذه التشكيلة. احتمال كبير جدا أن الخط الأحمر سوف يشهر فقط في وجه الجرار، لأنه هو أيضا استثنانا كما نحن استثنانا في مواقف وتصريحات متبادلة. فالغالب إن شاء الله إذن أننا سترأس الحكومة، والغالب أننا سنحتفظ على تحالفاتنا، والغالب أننا سنوسعها، خصوصا أن العتبة التي انخفضت إلى 3% ستفرض هذا التوسع، والغالب أن لا يكون ضمن هذه الحكومة حزب الجرار. أنا سؤالي البسيط للذين يروجون عني أنني غائب عن المدينة، هل قرأوا المطوية التي نشرت فيها ليس كلاما إنشائيا إنما بالأرقام إنجازاتي؟ ومن إنجازات هذا المقر الذي نقف فيه أرني نائبا آخر فتح للأمة هذا المقر. ثانيا، إذا كنت لا أنجح بالنقود ولا أنجح بالإنجازات لأنه ليس عندي إنجازات، فبماذا أنجح؟ بالسحر والشعوذة؟ بالتحكم؟ أنا أسأل هذا السؤال، لأن الإنسان في السياسة في العالم الثالث المتخلف إما أن يفوز بالمال والنفوذ والتحكم، وإما بالكاد والجهاد والسباحة ضد الطيار ينجح بإنجازاته، فبأيهما إذن أنا فزت؟ أريد أن أتوجه إلى ساكنة مدينة الجديدة وإلى ساكنة إقليم الجديدة بجزيل الشكر على الثقة التي وضعوها في وفي المصباح وفي حزب العدالة والتنمية وفي الكتابة الإقليمية والكتابة المحلية وفي كتاباتنا المحلية وفي مناضلينا وفي شبيبتنا وفي أطقمنا، ثقة في إنجازنا، ثقة في سمعتنا، ثقة في نظافة يدنا. ليس المهم أننا سوف نحصل أكيد على الرتبة الأولى بإذن الله تعالى، أكيد سنضمن على الأقل مقعدا إن لم يكن مقعدين، المهم أننا حصلنا على هذا بصفر درهم، وأننا نكاد نكون الحزب الوحيد ضمن الأحزاب الكبرى التي تحصل على مقاعد نيابية في دائرة الجديدة، ليس اليوم وإنما أمس أيضا، دون أن نستعمل سلطة المال التي يستعملها بعض المنافسين بطريقة بشعة وكأنها طوفان. ولهذا يستحقون منا الشكر ويستحقون منا التقدير، لأن أصواتهم التي منحونا إياها أصوات نظيفة، لأن أصوات خالصة لوجه الديمقراطية، لأنها أصوات الأمل، لأنها أصوات الثقة في التغيير، لأنها ليست أصوات بيع أو شراء أو تعصب قبلي أو إيديولوجي أو خبز.